الإفادة، الخبر بالمختصر المفيد. مرحبا بجميع متابعينا الكرام. كما تشوف الجميع، احنا متواجد طاقم جريدة إفادة من قلب مدرسة محمد الوديع الأسفي. الآن اليوم فرحة عارمة لكل التلاميذ، وكذلك لكل يعني المعلمين والأساتذة، وكذلك لجمعية الآباء ومدير المؤسسة. اليوم إن شاء الله افتتاح الأقسام الدراسية لطالة عدة يعني سنوات، وهذه المؤسسة كانت تطالب بأن يداروا أقسام لتحفظ كرامة التلميذ وكذلك كرامة المعلم. الحمد لله والشكر لله. بهذه المناسبة نشكر مديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة على رأسها السيد سعيد حيان وكل الموظفين داخل المديرية. كذلك نود نوجه الشكر والتقدير لجمعية أباء وأولياء التلاميذ محمد الوديع الأسفي على المجهودات المبذولة من أجل إخراج هذا المشروع إلى الوجود، وهو مشروع أقسام للتلاميذ باش يمكن لهم أنهم يقرأوا في واحد المستوى عالي، والتحصيل العلمي يكون في المستوى عالي. تجددوا كذلك الشكر إلى مدير المؤسسة محمد الوديع الأسفي على المجهودات المبذولة من أجل أولا إغناء التلاميذ بكل يعني بكل الأمور للتربية، باش هاد الوليدات هادو يكون عندهم واحد التحصيل علمي في المستوى العالي. إذا تبقوا معنا باش إن شاء الله غادي نوصل لكم افتتاح ديال هاد الأقسام، وباش نقربوا المشاهدين الكرام مما يجري داخل مؤسسة محمد وديع الأسفي. مرحبا بالجميع. معنا المديرة المؤسسة، اليوم تنعيشوا فرحة كبيرة بهاد الوليدات غادي يستافدوا من الاقسام الجديده. شنو الراي ديالك وبغينا الرساله ديالك؟ شكرا استاذ، مرحبا بك بعدا اولا في المؤسسه ديالنا، شرفتينا كمنبر صحفي مشهود له بالشفافيه وبالحياديه. هذا النهار هذا هو يوم تاريخي مشهود، 21 فبراير 2023، يوم مشهود بالنسبه لنا. هذه لحظه حقيقة تاريخية كنا كنتظروها مدة ديال ست سنوات، راه ماشي سهلة، وحنا كنناضلوا باش نجيبوا هاد الأقسام هادو لهاد الوليدات. هاد النهار هذا كما سنقول هو يوم مشهود، يعني الوليدات إن شاء الله دابا كيما كتشوف الابتسامة وجوههم، الأساتذة كذلك تاهما اليوم كلشي فرحان، كلشي فرحان اليوم. الآباء، رئيس الجمعية حتى هو السي هشام تبارك الله عليه، حتى هو ناشط على أيين. هاد النهار هذا غادي نخلدوه بمداد من الفخر والاعتزاز. كنا تواصلنا مع السيد المدير الإقليمي باش يكون حاضر معنا، نظرا لانشغالات ديالو والأجندة ديالو اللي مليئة بالأنشطة ما استطعش، ولكن إن شاء الله مستقبلا غادي نحاولوا أننا يجي يحضر معنا في واحد الحفل غادي نديروه، وحتى أنتم راكم معروضين بالمناسبة. السي هشام رئيس الجمعية حتى هو ما نساوش الفضل ديالو الكبير، وسنقول الكبير، على هاد المؤسسة هادي بفضل ديال الجمعية، العمل ديالهم الجدي وبالمثابرة ديالهم وبالمتابعة ديالهم وبوجودهم هما اللي وصلوا لنا أننا تبارك الله ناخذوا هاد المفاتيح. وإن كان تعطلوا علينا شوية يعني كما كنقولوا بالدارجة السوارت ما خديناهمش، الحمد لله دابا الأهم حنا خدينا السوارت ديالنا، وإذا ديالنا هما غادي يقراو في ظروف جيدة وجد جيدة إن شاء الله. وكنشكروك بعد أول حاجة أنت كمدير المؤسسة، لأن سمعنا عليك، كذلك إحنا كطاقم جريدة إفادة كل خير، لأن الطريقة باش تتعامل لا مع جمعية آباء لا مع التلاميذ لا مع الأساتذة، فكل شيء تنوه بالمجهودات ديالك كذلك. كنشكروك. هذا واجب أستاذ، هذا واجب، إحنا كنديروا داكشي اللي قدرنا عليه، الله والكمال لله. مهم خدمتنا حنا راه كنديروها وكنتقاتلوا عليها، الله يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. شكرا. هاد اللحظات تستقبلوا السيد هشام رئيس جمعيه الاباء واولياء. السي هشام مجهود جبار، وكذلك متسمعوا اعتراف حي من المدير المؤسسه وتنوه بالمجهودات ديالك. اش تقول في هاد التكريم اللي كرمك المدير المؤسسه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه. أولا شكرا لك أنت بعدك قائم على هذا المجال الإعلامي، صراحة كدير واحد المهنية بامتياز. فبالنسبة لي هذا يوم مشهود اللي كنعيشوه اليوم وكيعيشوا هاد الوليدات. فاليوم إن شاء الله غندخلوا الأقسام جداد اللي هما غيحفظوا الكرامة لا ديال المدرس لا ديال المدير لا ديال جمعية الآباء لا ديال التلاميذ. فبصراحة وهاد النتيجة اللي وصلنا لها اليوم فهي مجهود ديال مجموعة من المتداخلين. فهاد القاعات ولا كنقولوا هاد الأقسام مفككة فراه من الثمانينات وهي خدامة هنا، وكانوا ناس كيناضلوا على هذا المكتسب باش ما ننكروش شي مجهود ديال شي واحد. ناس قبل منا كانوا كيراسلوا وكيكتبوا وكيناضلوا في اي بلاصه باش تبنى هذه المؤسسه وباش دير، واليوم ها هي كملات وغنسلموا اليوم تسعود القاعه جديده ان شاء الله اللي غتكون في المستوى وتحفظ الكرامه ديال الجميع لا ديال التلاميذ والاساتذه كما قلت. مجهودات ديال جميع الاطراف ومنهم السيد المدير الحالي كيدير واحد المجهود، ولا السيد النائب الاقليمي اللي هو حتى هو تبارك الله متحرك، وبعض الاطراف لا في السلطه بصراحه كانوا كيتواصلوا معنا، السيد رئيس الدائره السيد الذهبي ولا السيد القائد حتى هما كانوا واقفين في جنح صراحه، كانوا واحد التاخير في التسليم ديال المفاتيح ووقفوا معنا وكانوا في جنبنا وكانوا كيتصنتوا لينا. لا الناس ديال النظافه اللي كانوا كيجتهدوا معنا، لا السلطه زعما بصراحه كلشي تعاون معنا. وهذا راه ما فشاش في الطرف الوليدات اللي درنا فيهم فهو راه يستحقوا، راه ولادنا هادو وراه جيل صاعد ان شاء الله رجال الغد فيستحقوا هذا الشيء. وهنيئا للجميع وبهذا القطاع القدس، ولا السيد المدير ولا الساده الاساتذه راهم حتى هما عانوا من هذه الاقسام، فاليوم كنهنئوهم حتى هما غيدخلوا لهذه البنيه الجديده ويستحقوها. راه كانوا كي صابرين معنا بصراحه، صابرين بهذا هذا رغم البساطه ديال القاعات، ولكن النتيجه كانت ان الهدف الاساسي هو التعليم يوميا، ما كاينش الغياب، كاين حضور الاساتذه والمدير وكذا. وحنا كجمعيه كنتعاونوا، وبالنسبه لنا كجمعيه الناس ديال التعليم فوق راسنا، هذه تربيه كنحترموا الناس ديال التعليم بزاف كاع. وحنا مستعدين ليل نهار نخدموا في هشام. بغيتك شنو هو السر ديال النجاح في ظل انك تتشغل مع واحد مكتب مسير ديال جمعيه الاباء، بغيتك تعطيني شنو هو السر بيناتكم باش وصلتوا لهذا المستوى هذا؟ السر اش غنقول لك؟ السر بسيط، ملي كتكون نيه خالصه للعمل الله وهذا، ومع هذا واحد الناس نزيهين، ناس ما باغي عندهم هدف واحد هو يساعدوا. وصراحه وكاين واحد الانسجام ما بين مدير المؤسسه والجمعيه وحتى الاساتذه خوتنا، اساتذه بحال الاخواني وتا هما كنحسبوهم اعضاء في الجمعيه، كنستشروا معاهم وناخذوا برايهم ويوقفوا معنا ويقدموا لنا نصائح، رغم انه كنطالبوا من هذا زعما صراحه كاين عندنا واحد الضعف، وهذه رساله للاباء انهم ما كينخرطوش جمعيه الاباء. فاحنا كنديروا واحد المجهود وكيعرفوا المدرسه محتاجه ومحتاجه جمعيه الاباء باش تكمل الحاجيات ديالها. فعندنا انخراطات، كنديروا تقرير مالي كل شهرين، ما كنديروش في التقرير تاع السنه، دخلنا هذا العام جدينا جمعيه الاباء قطعنا هذا الوعد مع الاباء، تقرير مالي كل شهرين كنعطوا فيه جميع التفاصيل تتعلق في الباب المؤسسه في الصفحه في الجروب كل شيء تبان ما شاء الله. باش كنا زاهر، ولكن الانخراطات 35% عفوا ضعيفه. اذا رسالتك لهاد جميع الاباء والاولياء راه حنا واقفين مع وليداتهم، وهذا الشيء راه لوليداتهم ومن المؤسسه، خاصهم يتعاونوا، خاصنا نتعاونوا جميع يلاه نغلبوا على هذا. فما بالك تكون شويه ديال يتعاونوا مع المدير ومع الاساتذه ويكونوا شويه انضباط لا في المؤسسه. وان شاء الله دابا حتى بالنسبه للنيابه دارت لي عليها، مادام وفرتنا الحجورات راه دارت لي عليها، خاص تتم ان شاء الله من عند الاباء ومن عند الجميع حتى تمشي العجله كما يبغي في هذا البلد السعيد اللي كينعم بالامن والامان، هو كل شيء. عندنا جميع الظروف متوفره باش نخدموا باريحيه بامن وامان تحت قياده السديدي لصاحب جلاله نصره الله، ومع جميع السلطات وجميع المتداخلين راه كاين مجال العمل، خاصنا نخدموا
خاصنا نخدمه، البلاد خاصها النية كي قال الركراكي والخدمة. والسلام عليكم، شكرا شكرا لك. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.